السلام عليكم، معكم إبراهيم زوغار من علمني آب دوت كوم. برنامج جديد من شركة مايكروسوفت لتنظيف الحساب والتسريعي. طبعا هناك برامج كثيرة تقوم بهذا الأمر، ولكن هذا البرنامج من شركة مايكروسوفت والتي هي صاحبة نظام التشغيل ويندوز. طبعا البرنامج في نسخة البيتا، يعني ليست نسخة نهائية. سنقوم الآن بتجربته. إذا سأضع لكم رابط التحميل في وصف الفيديو. سأنقر على داونلود هنا. سنقوم بفتح الملف لتثبيته وتجربة هذا البرنامج الجديد. طبعا فيه الحماية وفيه تنظيف الحسو، فيتم الآن تثبيت البرنامج. فسنقر الآن بعد التثبيت على Launch Now. هذا هو البرنامج تم فتحه الآن. ستلاحظون أنه يعطيني المعلومات هنا Temporary Files، لدينا 5.4 جيجا بايت يمكن أن نقوم بحذفها. كذلك Memory Usage 68%، يعني لدي برامج كثيرة هنا، الفوتوشوب، إيدج، برنامج التشغيل الثاني. يمكن أن أقرأ على Boost بحيث سيقوم بتحسين سرعة الحاسوب هنا. ثم هنا Health Check، Check Now to Protect Your PC. وهنا بالنسبة للفيروسات إلى غير ذلك، يمكن أن تقوم بتحليل الفيروسات. ثم هنا Storage Management، يعني الذاكرة الخاصة بالكمبيوتر الخاص بك. ثم Process Management طبعا بالنسبة للتطبيقات يعني التي تستخدم البروسيس حاليا. ثم لدينا هنا Start Up Apps، لو نقرت هنا ستلاحظ أنه يمكن أن أقوم ب يعني إيقاف التطبيقات التي تبدأ عند تشغيل الحاسوب. لماذا؟ لأنها تسبب بطء الحاسوب. طبعا يجب أن تنقر على Off هنا. هنا سأضعها On لأنها أنتي فيروس، وهنا بالنسبة للأوديو سأضعها كذلك. بينما إذا شاهدتم أي تطبيقات أخرى من غير الحماية فيجب أن تقوموا بإلغائها لتصبح أوف بهذا الشكل. ثم هنا بطبيعة الحال دعونا نقرأ على بوست، وستلاحظ الآن أنه سيقوم بحذف. لاحظوا قام بتحسين استخدام الميموري، وكذلك تم حذف يعني الملفات المؤقتة حوالي تقريبا 5 جيجا أو 4 جيجا. طبعا هنا ستورج مانجمنت، تلاحظون ديب كلاناب إذا كنت تريد فعلا تنظيف الحاسوب الخاص بك. ثم هنا الملفات الكبيرة جدا، لديك كذلك التطبيقات إذا كنت تريد يعني يعني حذف التطبيقات إلى غيرك. طبعا هنا رابط سيفتح إعدادات الحاسوب، مثلا هنا مانج لارج فايلز. فبطبيعة الحال ستبحث في يعني الحاسوب الخاص بك عن الملفات الكبيرة إلى غير ذلك، بحيث إذا كنت لا تحتاجها ستقوم بحذفها لتوفير الذاكرة. برنامج مميز جدا كما قلت لكم، هو في نسخة البيتا فقط. لتحميله سأضع لكم رابط في وصف الفيديو. طبعا هنا بالنسبة لهيلث تشيك إذا كنت تريد يعني التأكد من عدم وجود أي فيروسات على الحاسوب الخاص بك. ثبته الآن، فهو متوفر لنظامي تشغيل ويندوز 10 وويندوز 11.